السلام عليكم مباشرة من محلات أواني شعيب، وهذه المرة كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في البرنوصي، محل جديد كنرجع لكم من جديد. زبنائنا الكرام مرحبا بكم مباشرة من محلات أواني شعيب، كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في البرنوصي. مرحبا بجميع الزبناء ديالنا. المفاجأة اللي كاينة هو أننا بدلنا المحل، هاد المرة كنجيو معكم بمحل جديد. مرحبا بكم، ها هو نعرفوكم بالمحل ديالنا. مرحبا بكم، مرحبا بجميع زبنائنا الكرام. مرحبا مباشرة من المحل ديالنا اللي كاين في البرنوصي. يا سلام، مباشرة أواني شعيب البرنوصي يرحب بكم. مرحبا بكم، المحل ديالنا هو هذا كيف كتشوفوا، كذلك هو هذا. اليوم غادي تقدروا تجيو للمحل ديال البرنوصي وتتغداو بكل اريحه، افضل من الاول، من المحل اللي كان عندنا من قبل. مرحبا بكم، كاينين ديال بروموسيون خياليين اللي كيوصلوا حتى لاكثر من 50%. يا سلام يا سلام يا سلام، اللهم يسر. الف مبروك عليك المحل، شكرا بزاف. مرحبا بجميع الزبناء ديالنا الكرام، مرحبا مرحبا مرحبا. شكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم الرائعه، شكرا لكاع الزبناء ديالنا. اواني شعيب البرنوصي الصوت كيوصل حتى لكثر من 50%. يا سلام، مرحبا مرحبا. خبر عاجل، اثمنه خياليه 50 درهم. يا سلام على 1000 ريال 50 درهم. لا 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 لا، على 1000 ريال واش كيديروا عندنا هنا 50 درهم 50 درهم. غادي نعطيكم السلعه كامله اللي عندنا، كاين كذلك الجديد فقط 1200 ريال 60 درهم 1200 ريال كيف كتشوفوا 1200 ريال 60 درهم. حاجه وحده دابا اللي غادي نديروا هو اننا غنعتوا لكم لوكاليزاسيون ديال المحل، المحل فين كاين. غدا السبت ان شاء الله غادي يكون الافتتاح ديال المحل ديالنا اواني شعيب. غدا ان شاء الله غادي يكون غدا السبت ابتداء من الساعه 10. الناس ديال البرنوصي، سيدي مومن، عين السباع، 17، القدس، الازهر، اناسي، مرحبا بكم عند اواني شعيب. بلاتي اسمح لي نعتوا الناس المحل الجديد. كيفاش عرفتي انت المحل؟ مخابرات البارح. ياك بان لك المحل ويبان لي شعيب ونعرف. مرحبا بلاتي اسمحي لي نعتوا الناس المحل. المحل ديالنا هو هذا، اواني شعيب البرنوصي. المحل ديالنا جا ملاصق مع استوديو ياسين كيف كتشوفوا. هاد البلاصه معروفه، كاين هنا واحد الشركه ديال اللي كتبيع الملابس الريد بين، كاين هنا السوق النموذجي. المحل ديالنا كنتو كدوروا على اليسر. هاد المره بقوا معايا عفاكم، هاد المره ما غدروش على اليسر، غتطلعوا نيشان حتى للراس غتلقاو الجرده. المحل ديالنا هو هذا. مرحبا بكم، غنعاود نعت لكم باش ندخلوا نعطيكم لا بروموسيون ونعطيكم كذلك الجديد اللي عندنا. اواني شعيب البرنوصي كنبدلوا المحل، كنبدلوا المحل. المحل ديالنا اللي في البرنوصي ملاصق مع استوديو ياسين، كذلك كاين هنا هاد الماركه ديال الملابس الريد بين. المحل ديالنا كاين قهوه سفير، كاين سوق طارق من هنا، وكاين علي من ديالنا من هنا، كاين تيرمينيز ديال التراموي. اذا كتفوتوا سوق طارق كتلقاو السوق النموذجي، كتطلعوا مع السوق النموذجي حتى للراس، كتكملوا السوق النموذجي كتلقاو هاد الجرده. ياك كتفوتوا هاد الجرده كتلقاو هنا هاد الريد بين، كتلقاو هنا استوديو ياسين. المحل ديالنا هو هذا. مرحبا بكم، كاين هنا كذلك اعداديه طارق، كاين النيابه، كاين توريا حسن السقلي، راه هو مسجد الفردوس. مرحبا بكم، شكرا. عدد كبير ديال الناس تيكتبوا لينا في التعاليق، مبروك عليكم، شكرا شكرا. مرحبا بجميع الزبناء ديالنا مباشره. اواني شعيب كيرحب بكم من المحل ديالنا اللي كاين في البرنوصي، محل جديد من البرنوصي.
متواجدين معنا السي حمزه اللي كيمثل اواني الشعيب البرنوصي، زهير كيجي عندنا من المحمديه باش يشارك معنا، كاين عندنا اواني الشعيب البرنوصي، سكينه القريعه كذلك حاضره معنا بقوه، كاين عندنا السريده من البرنوصي ومعنا الوليدات كاملين ديال البرنوصي، الياس حي محمدي اواني الشعيب الحي المحمدي حتى هو كذلك متواجد معنا، معنا السي انس من المؤسسين صولد اواني الشعيب تحياتي. نعم اخويا مهدي المدينه نسيتك اخويا، مهدي اللي غيتكلف بلا ليفريزون ان شاء الله المكتب الجديد، تحياتي مباشره من محلات اواني الشعيب، كندير معكم اللايف من المحل الجديد ديالنا اللي كاين في البرنوصي، فرحانين بزاف لاننا فتحنا لكم محل جديد بالمعايير اللي كتستاهل اللي كيستحقوها الزبناء ديالنا، حاولنا نديروا لكم محل كبير متسع اكثر فين غادي تجيو تقدروا تقداو بكل اريحه، غادي تقدروا تختاروا السلعه بكل اريحه، كيف كتشوفوا المحل ديالنا هو هذا مباشره. يا سلام مبروك عليك، كبر لينا حتى المحل ديال الحي المحمدي ان شاء الله، مبروك عليك الناس ديال الدار البيضاء سعداتكم، بلاصه معروفه مزيان، مبروك عليكم الف مبروك، تسهل انت اواني افراد الشعب، شكرا. معروف المحل، الناس كاملين الناس راه عرفوا المحل قبل ما نديروا الافتتاح، هذه هي المفاجاه، وغندوزوا بعجاله نعطيكم بالزربه لا بروموسيون اللي عندنا باش تجيو غدا تستافدوا. هاد الفراقه تقادت لينا من جميع المحلات ديالنا، الفراقه ديال 1000 ريال ومازال متوفره عند اواني الشعيب، الفراقه 50 درهم 1000 ريال، كاين عندنا هذه كذلك الثمن ديالها فقط 50 درهم 1000 ريال، كاين عندنا هذا البلاطو بريستيج بليدين ديال الذهبي 1000 ريال 50 درهم، جبنا لكم كذلك هذا السالادي بريستيج 1000 ريال 50 درهم، عندنا كذلك هذا الموديل هذا حتى هو 50 درهم، يا سلام. كاين عندنا الكوبا بالرجيله حتى هي كذلك 50 درهم، جبنا لكم هذه القصريه الثمن ديالها كذلك 50 درهم، جبنا لكم هذه الفراقه حتى هي 50 درهم، جبنا لكم هذا البلاطو المربع الثمن ديالو كذلك 50 درهم، هذا البلاطو جديد وحد وهذه الساعه هذه راه حصريا عند اواني الشعيب النمره 45 ماشي 40 ماشي 36 النمره 45، الثمن ديالو فقط 70 درهم 1400 ريال، يا سلام على الاثمنه. كاين عندنا كذلك الجديد اخويا زهير الجديد طوندونس عرفتي ثقيله كريستال كاليتي واعره، الثمن ديالها كدير نورمالمون 180 درهم، حنا غادي نديروا ليها 80 درهم فقط 1600 ريال، بغينا الكليان ديالنا كاملين يستمتعوا ويستافدوا من هاد لا بروموسيون اللي عندنا بمناسبه افتتاح اواني شعيب المحل ديال البرنوصي، هذه نورمالمون الثمن ديالها كدير 400 درهم، درنا لها بروموسيون 5600، عاودنا درنا لها بروموسيون 3600 180 درهم، زدنا درنا لها بروموسيون 150 درهم، اليوم كنديروا لها 140 درهم 2800 ريال، ثمن خيالي ثمن خيالي جدا بمناسبة افتتاح محل اواني شعيب الجديد في البرنوصي، مرحبا بكم. كلشي تكتب لينا مبروك، شكرا، كتبوا لي في الكومنتير مبروك عليك شعيب اواني شعيب البرنوصي الجديد، بغيت كلشي يحتفل معنا، بغيت جميع الزبناء ديالنا يحتفلوا معنا بهذا اللايف باكبر عدد ديال القلوبه، بغينا القلوبه القلوبه القلوبه، شكرا لكم، انتم الدعم انتم السند من بعد الله سبحانه وتعالى، انتم اللي كتخليونا الرقم واحد في المغرب بالبارطاج ديالكم بالكلام الزوين اللي كتقولوا لينا حتى ملي كنتلاقاو معاكم، شكرا لكم بزاف ولجميع الزبناء ديالنا واواني شعيب، ان شاء الله غادي يبقى فيدال غادي يبقى فيدال معاكم باش يجيب لكم اواني رائعه وبثمن خيالي. يا سلام على البلاطو خطير جدا، الثمن ديالو 1000 ريال 50 درهم 50 درهم، عندنا في هذا الاوفال عندنا كذلك زوير، عندنا كذلك هذا الموديل هذا الثمن ديالو 1000 ريال 50 درهم، وكاين عندنا الكبير ديالو ب 60 درهم، ها هو كبر منه ب 1200 ريال. يا خويا البونبونيير الجديد، البونبونيير فقط 800 ريال 40 درهم
هادو غنبيع لكم ربعه بألف ريال. ارى لي يا خويا الكيسان، الكيسان كاين الجديد والانواع، الناس غادي يستمتعوا ليه مع راساتهم. بلاتي قبل ما ندوزوا للكيسان، هاد القرعه كنا دايرين لا بروموسيون ربعه ب 1200 ريال بمناسبه افتتاح اواني شعيب البرنوصي، غنديروا ليها ربعه ب 1000 ريال. ربعه ب 1000 ريال، ربعه ب 50 درهم حصريا عند اواني شعيب. ارى لي يا خويا هاد القريعه، يا سلام على البريستيج، الثمن ديالها 1000 ريال 50 درهم. شوف لي يا خويا القرعه ديال الكريستال بريستيج، يا سلام، وحده كدير 600 ريال، حنا غنبيعوا اربعه ب 1200 ريال. ارى لي يا خويا الكيسان، الناس غادي يستمتعوا مع راساتهم. الكاس 12 ب 1200 ريال، 12 كاس ب 1200، الزواقه ما كتقشرش. عندنا هذا الموديل ب 1200 وهذا كذلك ب 1200. الريشه اخويا اللي كنا كنبيعوه ب 1800 ريال كذلك درنا ليها 1200 ريال مباشره من اواني شعيب المحل ديالنا اللي كاين في البرنوصي، في واحد الموقع رائع جدا، غتقدروا توصلوا عندنا بكل سهوله. الناس اللي يلاه دخلوا اللايف دابا، بقاو معنا باش نوريكم المحل ديالنا فين كاين. كاين عندنا الزواقه هذه كذلك كدير 1200 ريال. عدد كبير ديال الناس كيتابعونا مباشره الان، اكثر من 5000 واحد كتشوف اللايف مباشره، عدد قياسي جدا. شكرا لكم. ارى لي يا خويا الكيسان ديال الريشه، هادو كنا كنبيعوهم ب 90 درهم، رجعناهم ب 1400 ريال المربعين. اللي كنت كنقول لكم ستيل وعالم جديد في الكاس 1800 ريال 1400. عندنا هاد الزواقه ب 1400 وكاينه حتى هادي ب 1400 ريال. ارى خويا الكاس ديال المناضه في اللوينات، 6 ديال الكيسان ب 1000 ريال 50 درهم. مرحبا. الكاس ديال الخميسة 1200 ريال في اللوينات، واللي بغاه ما فيش اللوينات ب 1000 ريال. الكاس لي سوطاس ديال تركيا بالطيسان ديالهم 1600 ريال، وهادو كذلك 1600. أرى لي يا خويا الطوندونس، نسينا الطوندونس الكليان ديالنا. باش غادي نبداو، غنبداو بهاد لامارك بالبانيني، غنبداو بالهاشوار. ركزوا معايا، قبل ما نبدا بالهاشوار غنبدا لكم بالهاشوار ديال اينوكس. هاشوار اينوكس من الفوق واينوكس من التحت، فيها ثلاثه ديال المواس اللي كيطحن الربيع، بصله مطيشه الخضراء. والمفاجاه في هذه الهاشوار هذه ان فيها 1000 ديال لي واط، وعاطينك معاها هذه اللي كطحن الثومه. اي 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 هادشي واعر اخويا بزاف، غتبرعوا ليا مع راساتكم. 3 فيتيس الثمن ديالو نورمالمون ماشي 300 ولا 400 درهم، غنحسبوا لكم ب 3200 حصريا عند اواني شعيب. مرحبا. كنفرح بزاف ملي كنكون كنبيع شي حاجه رخيصه بالثمن ديالي خاص، حصريا، ركزوا معايا مزيان، حصريا عند اواني شعيب. مرحبا بكم بهذه الهاشوار ب 3200. مرحبا. 3 ايترو، انا فرحان بزاف لانني كنبيع لكم بثمن رخيص، وانتم تستاهلوا الثمن اللي كنبيع لكم بهم، لانكم انتم اللي كتدعمونا بالقلوبه وبالبارطاج وبلي كومونتير وبالدعاء ديالكم. شكرا لكم بزاف. جوج ايترو ب 3200، 3 ايترو ب 3800. يا سلام. واللي بغى ديال الزاج ب 2400، 120 درهم. المقراج ديال الضو تفيت بروموسيون زوينه 90 درهم. ارى لي يا خويا البلاندر، الكاس زاج والتحت اينوكس 5 فيتيس، ركزوا معايا مزيان، ماشي وحده ولا جوج، 5 ديال لي فيتيس، فيها 1000 ديال لي واط، كيعطيو معايا جوج لعيبات السكر في هاد اللعيبات التحتانيين. كاس ديال العطريه كطحن الثلج، ركزوا معايا مزيان على هاد الكلمه، هادي ايس كراش اللي كطحن الثلج، الثمن ديالها ماشي 300 ولا 400 درهم، الثمن ديالها 4000 ريال، حتى هي حصريا عند اواني شعيب، حصريا. حنا الوحيدين في المغرب اللي كنبيعوا هاد الايس كراش ب 4000 ريال، الوحيدين في المغرب. كذلك 3200، الوحيدين في المغرب 1000 ديال لي واط. وكاين عندنا كذلك الدراب ديال التاتش، الدراب تاتش بون كاليتي، كاليتي خطيره جدا. الثمن ديالو
فقط ماشي كنا درنا لي برومو هو كيدير 2400 120 درهم حنا درنا لي بروموسيون 1600 مناسبه افتتاح اواني شعيب جديد درنا ليه 1200 درهم 60 درهم يا سلام كاين اخويا كاين لي بونبونير لاف 4 ب 1000 ريال 4 ب 1000 ريال 4 ب 1000 ريال اخويا على الكيسان ديال 120 درهم اواني شعيب كيدير لهم 70 درهم هاد الكيسان هادو كيف تنقولوا الاودغام لا كاليتي شويه طالعه بريستيج خطيرين جدا كتشوف كنشوفهم غير في المناسبات ديال لي تريتور وداك الشيء اللي فريمون تيكون كيف تنقولوا حنا كلاس اواني شعيب كيجيبهم لكم غير ب 70 درهم 1400 ريال حصريا عند اواني شعيب مرحبا ارى لي اخويا هاد الترموس هاد الترموس هذا نورمال واحد لان هذا كاليتي واعره واحد كيدير 1400 ريال 70 درهم ترموس واحد كيدير 70 درهم اواني شعيب غيبيعوا لكم جوج ب 70 درهم جوج ترموسات ب 70 درهم جوج ترموسات ب 1400 ريال ارى لي اخويا الباني ني غرانيت لا مارك كرافت بون كاليتي غرانيت الاخوان من الداخل كتهز زوج ساندويتشات جوج ديال لي ساندويتش كبار ولا ثلاثه ديال لي ساندويتش صغار الثمن ديالها فقط 4000 ريال 200 درهم حتى هي حصريا عند اواني شعيب مرحبا كاين عندنا كذلك الانوكس الثمن ديالها فقط 4000 ريال إينوكس من الفوق ركزوا معايا حتى هي كذلك حصريا عند أواني شعيب تبارك الله ما شاء الله الله يسخر لك ويحفظك من شر الخالق يا رب شكرا بوش مبروك عليكم المحل الجديد غنعاود نعد لكم المحل ديالنا فين كاين دائما كنجدد ترحاب مباشرة من محلات أواني شعيب كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في البرنوصي تحية للا خديجة دارت لا بريباراسيون ديال الطويبله شكرا خديجه على هاد لا بريباراسيون خديجه واقع لها بحال عيشه وسكينه قلت شكرا خديجه على البريباراسيون وانا نقول خديجه وعيشه خديجه وعيشه ولكن صاحبه الافكار بوشره وسكينه مكي مرحبا جميل جدا مرحبا يا سلام هادشي زوين هاد البلاطو هذا 50 درهم 1000 ريال القريعات 4 ب 1000 ريال الترموسات 150 درهم بجوجهم 3000 ريال كاين عندنا هاد الفراقه على ثلاثه هي اللي قلت لكم ب 140 درهم كانت كدير 400 درهم رجعناها ل 280 درهم 5600 اليوم غتاخذوها غير ب 140 درهم 2800 ريال ثمن حصري ثمن خيالي جدا جميل جدا هادشي يا سلام هاد النفاخات اخويا زوين هادشي مبروك علينا اواني شعيب تحياتي تصفيقات الله يرضي عليكم سير تصفقوا عليها صاحبي لحد النفاخه صاحبي نعت لكم المحل فين كاين نزار المحل ديالنا هو هذا اواني شعيب البرنوصي كيف كتشوفوا المحل الجديد ديالنا اللي في البرنوصي هو هذا ملاصق مع استوديو ياسين كيف كتشوفوا استوديو ياسين هو هذا معروف في البرنوصي اي واحد سولته في البرنوصي قلت له استوديو ياسين هو هذا المحل ديالنا ها هو كاين هنا واحد لاش سميتو محل ديال الملابس الريد بين راه مقابل معنا حتى هو كاين هنا التيرمينيس ديال التراموي ديال البرنوصي ها هي قهوه السفير كتبان من هنا حتى هي معروفه كاين هنا التيرمينيس ديال التراموي ديال البرنوصي وكاين هنا سوق طارق اذا الى وصلتوا لجامع طارق كتزيدوا شويه كتلقاو السوق النموذجي كتطلعوا معاه نيشان كتلقاو المحل ديالنا هو هذا عفاكم كتبوا لي في لي كومونتير واش عرفتوا المحل ديالنا فين كاين ولا لا كتبوا لي في لي كومونتير واش عرفتوا المحل ديالنا فين كاين او لا
وما تنساوش تكتبوا لينا في لي كومونتير. تبارك الله، شكرا، الله يسهل عليك. اكيد غندوزوا للمحل ديالك خويا، هادشي غزال وحمقني، ولكن خاصنا حانوت في القنيطره ان شاء الله. غادي تكون لا ليفريزون قريبا، غادي تكون بطريقه احترافيه اكثر. حنا دائما كنجتهدوا، الاجتهاد ثم الاجتهاد، وان شاء الله ما غيكون غير الاجتهاد، لان دائما كتدعمونا وكتساعدونا وكتخليونا دائما نكونوا الرقم واحد في المغرب. شكرا لكم، ونكمل معكم لا بروموسيون اللي عندنا. جبنا لكم هذا البلاطو هذا حتى هو حصريا عند اواني شعيب، الثمن ديالو فقط 1200 ريال، كيهز 12 كاس وبراد. الثمن ديال هذا 1200 ريال، والكبير ديالو غنحسبوا لكم فقط ب 80 درهم، 1600 ريال. قدام اعداديه الطارق، وكل شيء كيعرف اعداديه الطارق. برافو عليكم، برافو برافو، شكرا لكم بزاف على هاد التنعات اللي كتكتبوا كذلك في لي كومونتير. هاد القراعي درنا لكم ربعه ب 1000 ريال. ارى لي يا خويا، هادو كنا كنبيعوهم مفرقين، كانوا كيطلعوا ب 7600، اليوم غتاخذوهم كاملين وغيطلعوا عليكم فقط ب 280 درهم، 5600. العماره 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 شاش خطيره في معاد البلاطو. هاد العمار اللي كتشوفوا نتوما دابا، كنا درنا لا بروموسيون 7400، اليوم كنديروا لا بروموسيون 5400، 5400 فقط. وكاين عندنا كذلك هاد البلاطو اللي هنايا، الثمن ديالو 100 قدر بروموسيون 4000 ريال ياك. هاد البلاطو بروموسيون 4000 ريال، غنديروا ليه واحد، غنديروا ليه واحد، غنزيدو نسولديو وغنديروا فيه ثمن مفاجئ جدا، وغنحسبوه ب 180 درهم. العدد فيه محدود، العدد محدود جدا، 3600 فقط. مرحبا بكم، كل شيء عرف المحل، تبارك الله عليكم، لانكم عرفتوا المحل بسهوله. هز لي التبصيل هذا، التبصيل هذا غنبيعوا لكم ثلاثه ديال الطباصل ب 1200 غارق، النمره 32 سنتيم. هز لي الاخر حتى هو ديال ثلاثه، الاخر ثلاثه هذا غنبيعوا لكم ثلاثه ب 1000 ريال، ثلاثه ب 1000 ريال فقط، ثمن استثنائي جدا، ثلاثة فقط ب 50 درهم. خويا هادشي زوين، هادشي ثلاثة لا 50 درهم، ضرب اخويا على ديك 60 درهم ورجعوا ب 50 درهم. تهلا لي اخويا في الكليان اخويا. غنكمل معاكم مازال لا بروموسيون، حاجة وحدة اللي مطلوبة من جميع الزبناء ديالنا، دعموا لنا هاد اللايف هذا بمناسبة افتتاح اواني شعيب. بغينا كلشي، عطينا جوج قلوبة، قلوبة جوج قلوبة هنايا، جوج قلوبة والبارتاج، بارتاج écrire une publication et publier. C'est là. Partage. Écrire une publication et publier. اللي عنده تليفونه بالعربية غتخرج لي هنايا مشاركة، من بعد مشاركة غتخرج لي نشر. كل شيء عفاكم يبارتاجي هذا اللايف، عطيونا أكبر عدد ديال البارتاج، بارتاج بارتاج بارتاج، لأن الدعم ديالكم مهم جدا بالنسبة للأواني شعيب. وما تنساوش بمناسبة افتتاح اواني شعيب، بغينا كلشي يكتب لينا المدينة اللي كتسكنوا فيها في هذا اللايف هذا، باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينة متواجدة معنا بقوة في لي كومونتير. يلا الخوت، بغينا كلشي يكتب لينا في لي كومونتير اشنا هي المدينة اللي كتسكنوا فيها، باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينة متواجدة معنا بقوة. وكيف وعدناكم انه لا ليفريزون خارج مدينة الدار البيضاء غادي تبدا بطريقة بروفيسيونيل ابتداء من الاسبوع القادم ان شاء الله. كتبوا لنا المدينة اللي كتسكنوا فيها باش نشوفوا شكون هي اكثر مدينة متواجدة معنا بقوة. مريم كتقول عندي قليب واحد. الله يكمل عليكم بالخير، شكرا، مبروك عليكم المحل، شكرا. الامل الامل قادم، انا من مدينه تماره، ممكن تفتحوا محل في تماره ان شاء الله، علاش لا، مرحبا. ام الياس من مكناس، ام الياس من مكناس، زيد زيد اكادير، امين من خريبقه، تحيه لسي امين، امين بازيد، سلم لي على خالتي الغاليه بزاف، تبارك الله كل شيء غزال، خدينا من عندكم كل حاجه، شكرا.
جينا من سلاتة المحمدية وتقدينا، مرحبا بكم. هذا النمرة 45 ديجا قلت الثمن ديالو 1400 ريال. غادي ندوز للجهة الأخرى اللي عندنا، راه ما قلتش الأثمنة ديال هنا كل شيء، مازال غادي ندور معاكم بأجالة. عندنا هاد الفاز كريستال واحد كيدير نورمال مو 1200، حنا غنبيعو لكم جوج ب 1200 ريال، جوج ب 1200 ريال. ارا خويا على الشوفاج، اي على الشوفاج 800 ديال لي واط، ماشي 300 ولا 400 درهم، الثمن ديالو فقط 140 درهم، 2800 ريال. اي 140 درهم. كاين عندنا كذلك هاد الريشو اينوكس، ماشي اينوكس بلاكا، الثمن ديالو 100 درهم. طحانات ديال العطريه لا مارك ايليت بون كاليتي، الثمن ديالهم 1400 ريال، 70 درهم، 1400. نعم لا مازال حتى شي حاجه ما تقيسيها. عندنا كذلك هاد الباك ديال العواشق، 6 ديال العواشق صغار، 6 ديال العواشق كبار، 6 ديال الماس، 6 ديال الفورشيطات. عندنا لا مارك تاتش، وكذلك عندنا لا مارك بريما كويزين، ماركه ايطاليه كيف كتشوفوا، لا مارك ديال الطاليان اينوكس اوريجينال. هاد اللون ما كيتحيدوش، كيديروا 400 ولا 500 درهم، حنا كنا دايرين لهم بروموسيون 4600، اليوم كنهبطوا من 3600. 180 درهم، 180 درهم فقط. ام ايمن من دار بوعزه، فاتحه من مراكش، ام دعاء من مراكش، ديما مراكش تبارك الله متواجده معنا بقوه في لي كومونتير. واقيلا غادي نحل شي محل في مراكش. مرحبا الناس ديال مراكش، كتبوا لي في لي كومونتير المدينه اللي كتسكنوا فيها باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينه متواجده معنا بقوه. ارى لي خويا التحتاني ديال هذا هو اللي عاطي الجماليه ديالو. او الدراب كيفاش داير، اي ارى لي خويا اللي الدين ديالو. الدراب هذا كان كيدير 230 درهم، درنا لي بروموسيون خياليه، الثمن ديالو كيدير 230 درهم. لا وقيلا كتورك على شي لعيب عاد كتخرج هادي هنا سي. حنا غنديرو ليه بروموسيون 120 درهم، 2400، وحتى هو حصريا عند اواني شعيب، حصريا 400 ديال لي واط تبارك الله، اينوكس كاليتي مزيانه، حصريا عند اواني شعيب. لا وقيلا تبلونط عندك غير انت، عند الدراري كاملين. قولوا لي واش اللايف عندكم مزيان ولا لا بلاتي. لا كنت بلونطا كنت كتبوا لي في البرنوسي. زينه 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 زينب، تحيه لالا زينب، تحياتي تحيه لزينب ام لينا، تحيه الصديقه زينب. كيف قلنا ندوز معكم بعجال الاثمنه باش نذكركم، باش الا بغيتوا تجيو غدا تعرفوا راسكم باش شنو غتاخذوا. ما تنساوش اي حاجه عجباتكم ديروا لها سكرين، لان الوليدات لي كوميرسيال ديالنا غدا غادي يكونوا راكم عارفين مع الكليان وداك الشيء، الا وريتوهم لي زارتيكل اللي بغيتوا في السكرين غيجبدوها لكم نيشان، حيت بعض المرات كتكون السلعه مخبيه بحال هكا كتكون في لو ستوك، حيت هاد لا بريزونطاسيون كنحيدوها، هاد لا بريزونطاسيون كنحيدوها وكنخليو السلعه. الوغ نتوما باش تلقاو هادشي خصكم تقلبوا عليه، كيكون مثلا هنا كاين الفراقه، هنا كاين التبصيل 7 بياس، اما هادشي راه كيبقى بين البراد والمقراج والكوكوط والبلاندر، هادشي كامل الكيسان نتوما كيبقاو فحال هكا كذلك. والمثال اجي ندوزو هنا، هاد الزنقه هادي تعديت عليها ما دستش منها بزاف. كيديروا 30 درهم للبكيه، حنا غنبيعوا لهم ثلاثه ديال البكيات ب 1000 ريال. يا سلام، حصريا عند اواني شعيب. المولات غنبيعوا لكم ثلاثه ديال المولات. دراري الدراري عطوني داك الشيء ديال 1200 ريال عفاكم بلاتي، اروا ليا هادو ثلاثه ديال المولات ب 1200 ريال، ثلاثه ديال المولات ب 12، هذه حصريا في البرنوسي، هاد اللون الذهبي حصريا. الناس اللي بغاو الذهبي وما بقاش عندنا في المحلات ديالنا الاخرين، راه حصريا عند اواني شعيب في البرنوسي، الثمن ديالها 1200، 60 درهم. تباصل اخويا 3 4 5، 5 ديال التباصل ب 1000 ريال، 5 ديال التباصل ب 50 درهم.
هادو اخويا غنبيعو ليهم 4 ب 1000 ريال، هادو كذلك ديال لي مينارك غنبيعو ليهم 4 ب 1000 ريال، هادو حتى هما غنبيعو ليهم 3 ب 1200 ريال. الدراب اخويا قلتو الثمن ديالو حصريا عند اواني الشعيب الثمن ديالو فقط 1200 ريال 60 درهم. كاين عندنا هاد المقراج ديال الجرانيت 3000 ريال 150 درهم. كاين عندنا هاد لا مارك لوكسيس بون كاليتي الثمن ديالو 120 درهم. عندنا المقراج ديال لينوكس هاد لا مارك كرافت غنديروا لها بروموسيو اكثر وغادي نرجعوا لكم جوج يترو اللي درنا ليه 90 درهم غنرجعوا غير 80 درهم فقط. زدنا نقصنا عليكم 10 درهم، جوج يترو ب 80 درهم، 3 يترو ب 90 درهم، 4 يترو ب 100 درهم، 5 يترو ب 110 درهم. الدراري الشباب المدينه المحمديه غيبدا من 80 درهم لا مارك كرافت. الا بقى عندكم شي موديل اخر بالثمن القديم لا مارك كرافت 80 90 100 110، هادو تاهما كيبداو من 1000 ريال 1000 ريال 1200 1400 1600. عندنا المقراج ديال التيتانيك 3 يترو ب 60 درهم، 4 يترو ب 70 درهم، و 5 يترو ب 100 ب 80 درهم. مقراج ديال اينوكس لا مارك لوكسيس الثمن ديالو 1800. ارى لي يا خويا المقله حصريا عند اواني شعيب جوج ب 1200 ريال. مرحبا. كاين عندنا هذه ديال الطيفال الثمن ديالها 4400 220 درهم، والجرانيت ديالها فقط 5000 ريال. كاين عندنا هذا البراد هذا فيه بروموسيون خياليه لا مارك لوكسيس بون كاليتي كيبدا من 1600، اللي كبر منه 1800، واللي كبر منه 100 درهم، والكبير ديالو 2200 110 درهم. هاد الثمن حصريا عند اواني شعيب كاليتي زوينه، وهذا البراد هذا غادي تلقاوه مازال حصريا عند اواني شعيب. مرحبا بكم. كاين عندنا كذلك هذا البلاطو الثمن ديالو فقط 90 درهم 1800 ريال. كوتا من فاس خويا شعيب، البارح مشيت عندك للمحل في البرنوسي لقيتك ساد، واش تحولتي؟ نعم الان مباشره من اواني شعيب المحل ديالنا اللي كاين في البرنوسي راه تحولنا من المحل ديالنا اللي كان قبل. انا غنعاود مازال نعت لكم المحل ديالنا فين كاين. الناس اللي يلاه دخلوا اللايف من جديد وما شافوش داكشي من البدايه، راه تحولنا من المحل ديالنا اللي كاين في البرنوسي، بعد قليل غادي نعاود نعت لكم لوكاليزاسيون اكثر. كيف كتشوفوا هادو جوج ب 1200. فين هو الياس؟ كلم لي الياس. هذا الثمن ديالو فقط 1200. عندنا كذلك هذا الباك مهدي مهدي لا لا جيجي اخوان عجبتوني درتو لي دايرين شي مع جيجي. اجي والله يرضي عليكم، بغيت نبريزونتيكم كثر للكليان. وقفوا هنا الله يرضي عليكم، وقفوا معنا. شوف الدراري ما تحشموش. الياس زهير والله تجي. الياس زهير اللي كيمثل اواني. قرب لك الكاميرا ياك انا نبعد. سكينه اجي عندي الله يرضي عليك. اواني شعيب الحي المحمدي كيحشمو ولكن انا كندير لكم الاحراج بالعاني. اواني شعيب اللي كيمثل الحي المحمدي والبوغوز ديالنا الياس كيشكروك الكليان تقولوا دريه في اللي عمرها دار التعامل زوين. السي زهير المحمديه كذلك كيشكروك الكليان تقولوا ان السي زهير المعقول والجديه. مرحبا السي حمزه البرنوصي تحياتي انت كيشكروك الكليان. مرحبا ولاله سكينه القريعه المشهوره المعروفه والسي مهدي المدينه راه هرب ما بغاش يجي. تحياتي لكم الدراري. مرحبا بجميع الزبناء ديالنا، مبروك عليك المحل، شكرا بزاف. ما تنساوش بغيت عافاكم نسولكم واحد السؤال، شكون هي اكثر وحده عجباتكم في هاد الجوج باش نعرف الذوق ديالكم عافاكم؟ واش هادي اللي طالعه هي اللي نبداو نجيبو لكم اكثر، ولا هادي اللي بلا؟ هادي غادي نسميوها رقم واحد كيف كتشوفوا ها هي، وهادي غادي نسميوها رقم اثنان.
كتبوا لينا في لي كومونتير شكون هي اللي كتعجبكم اكثر. هادو كذلك درنا اليوم ثمن سبيسيال فقط 200 درهم 4000 ريال. ارى لي يا خويا الميكسور نورمالمون هاد الميكسور بوحدو كيدير 3600. هاد المره جبنا لكم ميكسور مع هاشوار اينوكس ب 3000 ريال 150 درهم فقط. لا مارك بريما كويزين 350 ديال لي واط. وكاين عندنا كذلك هاد الاينوكس الثمن ديالو 130 درهم. مرحبا بكم. كيف كتشوفوا كنشتغلوا مع لي مارك فريمون زوينين ومعروفين في السوق. لا مارك كرافت لا بون كاليتي. كاين عندنا كذلك لا مارك ايليت حتى هي لا بون كاليتي في جميع الاواني اللي كنشتغلوا معاهم فيها. كاين عندنا كذلك لا مارك لوكسوس سي لا بون كاليتي. عندنا بزاف ديال لي مارك اللي كنشتغلوا معاهم. كذلك لا مارك بريما. كاينه كذلك لا مارك تاتش. كلهم ماركات معروفين في السوق واواني شعيب هاد لي مارك هادو كيدير فيهم بروموسيون خطيره خياليه زوينه. ونحن تقريبا كاينين بزاف ديال لي زارتيكل اللي كنبيعوهم نحن الارخص في المغرب. وهذا الشيء من اجل الزبناء ديالنا من اجل الدعم ديالكم اللي كتعطيونا. هادي ماكري رقم واحد. الناس كتبوا رقم واحد. القمان كتب رقم واحد. بوشرة كتبت رقم واحد. ام ويام كتبت رقم جوج. زيد 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 رقم جوج. ياسمين كتبت رقم واحد. ام انس كتبت رقم جوج. كتبوا لينا شكون هي اللي زوينه، واش رقم واحد ولا رقم جوج. وما تكتبوش وما تنساوش الجديد. تيرا بزاف ديال اللعيبات ما قدرتش نوريهم في اللايف كاملين. كاين بزاف ديال الجديد هادو 1200 ريال 60 درهم. كاين عندنا هاد البلاط. كاين عندنا هاد المقله على اربعه حتى هي كريبيير الثمن ديالها 1200 ريال. كاين عندنا هادو جوج ب 1200 غرانيت 1600. كاين عندنا هذا كذلك الثمن ديالها 1200 النمره 24 لا مارك تيتانيك حتى هي من الماركات الرائعين اللي كنشتغلوا معاها. كاين عندنا هاد البلاطو هذا شد بحال هكا. عندنا كذلك هاد البلاطو في كويغ بون كاليتي والثمن ديالو 1000 ريال. مازال فقط عند اواني شعيب البرنوسي، ما بقاش عندنا في المحال الاخرين. بزاف ديال السلعه غتلقاوها مازال عندنا هنا وما كايناش في المحلات الاخرين، لاننا تقريبا هاد الايامات في اواني شعيب البرنوسي كنا حابسين الخدمه، كنا حابسين البيع، لهذا بزاف ديال السلعه غادي تلقاوها متوفره هنا وما كايناش في المحلات الاخرين. غادي نقول لكم شكرا، غادي نودعكم في هاد اللحظات. كيف كتشوفوا عندنا لي تيرموس ديال بلاستيك 100 درهم جوج، اينوكس 150 درهم، هادو كذلك 150 درهم، الرخامه 150 درهم. كاين عندنا هاد اللعيبه اللي كتخرج الحلوى، عندنا المبيخره، عندنا الدراب، عندنا اي حاجه غادي تقدروا تبغيوها راها متوفره عند اواني شعيب. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا. اواني شعيب كيبدل المحل من جديد. كيبدل المحل، درنا لكم محل اكبر واجمل واروع من اجلكم، لاننا نحبكم، حيت كنبغيوكم كنزيدو نقربو لكم، وحيت كنبغيوكم كنحاولوا اننا نفتحوا فروع باش نقربوا لكم اكثر. عندنا المحل ديالنا في البرنوصي هو هذا اللي كيدير منه انا اللايف دابا. كاين عندنا كذلك المحل ديالنا اللي كاين في المدينه، المحل ديالنا اللي كاين في المدينه مقابل مع سينما لوتوسيا، مقابل مع اوتيل المامون، وحدا البرنس، حدا اوتيل قريب الاوتيل حيات ريجينسي، قريب الكره الارضيه، حدا بنك المغرب. كاين عندنا كذلك المحل ديالنا اللي كاين في حي المحمدي، جا ما بين الطلعه ديال القيصريه والنزله ديال الطلعه ديال القيصريه بحال غادي للحزام. المحل ديالنا في المحمديه جا في الجوطيه ومقابل مع تالي بوتيك عيشه حدا جامع مالي. والمحل ديالنا في القريعه الرومبو ديال مالي البونج، كتسولوا على مصرف المغرب ولا قهوه لو بولفار جينا بيناتهم، ولا سولوا على اواني شعيب. والمحل ديالنا اللي كان في البرنوصي انا غادي نعتو لكم بعد قليل. حاجه وحده اللي مطلوبه منكم هو انكم تزيدوا تدعموا لنا هذا اللايف هذا باكبر عدد ديال القلوبه، وما تنساوش البارتاج. كل شيء يبارتاجي هذا اللايف، بغينا اكبر عدد ديال البارتاج باش تدعموا لنا الافتتاح ديال اواني شعيب، دعموا لنا الافتتاح ديال المحل الجديد ديالنا.
بغينا كل شيء يدعم لنا هذا اللايف باكبر عدد ديال البارتاج. بغينا كل شيء يبارتاجي هذا اللايف في الجروبات في الواتساب في الفيسبوك باش هذا اللايف هذا يقدر يوصل لجميع الناس اللي كتسكن في البرنوصي. بزاف الناس ما غيعرفوناش تحولنا وغادي يجيو مسخسخين المحل القديم ديالنا. بارطاجيو هذا اللايف باش يعرفوا ان اواني شعيب بدل المحل وما يتسخسخوش يجيو عندنا للمحل الجديد ديالنا. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا الكرام. شوفوا تبارك الله المحل الجديد ديال المدينه وصل ل 16000 لايك، حتى المحل ديال البرنوصي بغيناه يوصل ل 16000. 6000 واحد كتشوف اللايف كلشي يعطينا جوج قلوبه هنا، جوج قلوبه غير جوج قلوبه فقط. وما تنساوش تبارطاجيو هذا اللايف، بارطاج اكريغ اون بوبليكاسيون اي بوبلي. واللي عنده تليفون بالعربيه غتخرج ليه هنا مشاركه، من بعد مشاركه يكليكي على نشر. 4497 واحد اللي كليك على جيم و 709 كلشي يبارط. بغينا القلوبه، القلوبه والبارطاج. فهاد اللحظات كنطالبوا من جميع الزبناء ديالنا يدعموا هذا المحل الجديد اللي فتحنا في البرنوصي، وكلشي يبارطاجي هذا اللايف في اوسع نطاق. بارطاجيو في الفيسبوك، في الواتساب، بارطاجيو في البروفيل ديالكم باش الناس يعرفوا باللي اواني شعيب راه حل محل جديد. انا غنعد لكم المحل ديالنا اكثر كيف كتشوفوا. المحل ديالنا هو هذا، اواني شعيب البرنوصي. كل شي عافاك كيعاوني في لي كومونتير، كتبوا لي النعد ديال المحل ديالنا فين كاين، ساعدوني باللي كومونتير ديالكم. واحد السيده كتبت لي انت مقابل مع ثانويه اعداديه طارق. اعداديه طارق عقلوا معايا مزيان، الناس اللي غايجيو من الرباط، الناس اللي غايجيو من بوسنيقه، اللي غايجيو من مدينه بعيده، هاي الطلعه ديال لوطوروت، هاي كتدخلوا مع لوطوروت مع الطلعه ديال البرنوصي كتلقاو الجامع، كتهبطوا مع هاد الهبطه كتلقاو المحل ديالنا. ها هو ركزتوا معايا مزيان ياك، كاين هنا الطلعه ديال لوطوروت كتلقاو جامع الفردوس، كتلقاو واحد السوق النموذجي هنا كاين الفوق، حيت البرنوصي فيها جوج اسواق نموذجيه معروفه. كاين هاد السوق النموذجي اللي حدا جامع الفردوس، وكاين السوق النموذجي اللي حدا اللي قرب جامع طارق. اذا الا كنتو جايين من سيدي مومن ولا من لوطوروت ولا من الرباط، كتلقاو هنا واحد الجرده كبيره، كتلقاو واحد الاعداديه هنا سميتها اعداديه طارق، كتهبطوا مع هاد الجريده كتلقاو هنا واحد القهوه سميتها قهوه المنصور، كتفوتوا قهوه المنصور شويه كتلقاو المحل ديالنا. ها هو تحيه لهبه بريس الصحافه كذلك كتحضر معنا، جريده هبه بريس صوت الشعب. مرحبا، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا. اواني شعيب كيرحب بكم. تحياتي. صافا مزيان الله يحفظك ليا. اوه كتبعي اللايف ما كاين البارطاج ياك. مرحبا بكم، استاسيوني. مرحبا بكم، كيف كتشوفوا الناس عرفوا المحل بلوكاليزاسيون بالناس. كنزيد نعت اكثر الناس، كاين هنا ثانويه اعداديه طارق، كاين هنا المركب الثقافي حسن الصقلي، كاين هنا النيابه، ها هو المحل. ومن البلايص المعروفين في البرنوصي كذلك هذا الاستوديو ياسين، ها هو استوديو ياسين حتى هو معروف، حنا جينا ملاصقين معاه. اواني شعيب كيتحول من المحل ديالنا اللي كان لتحت، كاين تما السوق النموذجي، كتخليو السوق النموذجي كتخليهم دابا النقاشات، راه ما خصهم حتى هما يعرفوا النقاشات، النقاشات خصهم يعرفوا المحل الجديد. غدا خويا هبط لي عند النقاشات قول لهم راه شعيب تحول ولا هنا، باش ما يبقوش يقولوا لهم دوروا على اليسار، النقاشات خصهم يقولوا لهم طلعوا حتى للراس. ها هو المحل. كاين هنا ريد بين حتى هي راه قريبه لينا، ها هي هذه معروفه في الدخله ديال البرنوصي. ها هو استوديو ياسين حتى هو معروف. ها هو المحل ديالنا. شو اواني شعيب حصريا جامع الجزائر. وجامع الجزائر حتى هو معروف، جامع الجزائر هو هذا. كتزيدوا مع الشارع نيشان كتلقاو المحل ديالنا. الناس اللي جايين من القدس تفوتوا جامع الجزائر
تلقاو الريد بيننا او تلقاو استوديو ياسين الدور على اليسار. هنا كاين مركب الثقافي حسن الصقلي ياك، وكاين النيابه مكتبه دار الهجره، بلاتي نعتو من السوق النموذجي هو اللي معروف. اش اش بلاتي اخوان، راه هو السوق النموذجي كيبان من هنا، راه هو راه هو 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 السوق النموذجي. شفتوه السوق النموذجي؟ بقى تابعني. كنت كنعتو من المحل الاخر وكنعتو دابا من هنا. السوق النموذجي كتزيدوا معاه حتى للراس، كنتو شحال هذيك الدور على اليسار، دابا لا غتطلعوا نيشان غتلقاو السوق النموذجي. شوفوا ركزوا معايا، كاين جامع طارق كتزيدوا شويه كتلقاو السوق النموذجي، كدوروا على اليمن، على اليمن قلت على اليسار قبيله غلطت، كتلقاو السوق النموذجي كدوروا على اليمن كتفوتوا كتلقاو الجرده كتكملوا الجرده، ها هو المحل. هاو كنظن ان النعت واضح جدا. كنشكر بزاف الاصدقاء كاملين اللي جاوا حضروا معنا الافتتاح من جميع محلات اواني شعيب، كنقول لكم شكرا، تبارك الله عليكم. غادي ان شاء الله نتلاقى معكم ان شاء الله في لايف اخر كيف كتشوفوا. مرحبا مرحبا بجميع الزبناء ديالنا حصريا عند اواني شعيب. فهاد اللحظات الناس كيجيو كيجيو يوقفوا يشوفوا المحل، بزاف الناس كيجيو يدوزوا، الناس اللي عندهم الطوموبيل وقراب راه كيجيو كيشوفوا المحل فين كاين كيتاكدوا، بحال هاد الطوموبيل هادي ما نبينش الماتريكول. تبارك الله عليكم لاله زينب منورانا، تحياتي تحياتي اختي، درتي لينا البارطاج والقلوبه ضروري ياك اختي. انا اللي كسبت لك اعداد ديال الطريق. شكرا. نعت من لوطو، نعت الدخله ديال لوطوروت، بلاتي الدخله ديال لوطوروت هي هذه كتهبطوا معها. تحيه لطريق سي طريق، تحياتي كندير لكم الزوافه في الله يبارك، كنبين لكم الصحه، كنبين الاصدقاء ديالي. رضا فينا هو الاخ رضا؟ رضا رضا هو الكليان، راه ما كنبينهمش، كنبين الاصدقاء ديالي. زينب صديقه ديالي، هذيك اللي انا ما غنبينهاش، ما نقدرش نبينك ياك. ما عرفتش فين شايفك يا لاله، ما عرفتش فين شايفك ياك. ما والله ياك، مرحبا مرحبا، شكرا لكم. غادي نقول لكم شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، غادي نخليكم في هذه اللحظات. ما تنساوش تعطيونا اكل واضح، النعت واضح، كنظن انني نعت لكم مزيان. كنقول لكم شكرا. بقى شحال بقى من وحده تما؟ اري لي اختي شعلي، شعلي لي نديروا الختام مع الناس عافاكم. تبارك الله عليكم اواني شعيب، كيرحب بكم، كنشكركم بزاف على هذا الافتتاح الرائع جدا. غادي نخليكم في هذه اللحظات مباشره من محلات اواني شعيب، من المحل ديالنا اللي كان في البرنوسي. تحيه تحيه كبيره لكم، تحيه كبيره لكم مباشره، مرحبا بكم اواني شعيب، كيرحب بكم، كنعطيكم هذا القلب الرائع لانكم كتعطيونا اكبر عدد ديال القلوبه. او شكرا شكرا بزاف، مرحبا بكم، تبارك الله عليكم. غنخليكم في هذه اللحظات، نتلاقاو ان شاء الله في لايف اخر وفي امان الله. وما تنساوش حليمه من تونس، يلاه دخلتي، تحيه لحليمه من تونس. حليمه حليمه من تونس، اشهر كليانه كدير لي كومونتير هي حليمه من تونس. تحيه لحليمه من تونس، ما تنساوش تعطيونا. وحليمه البرنوسي تاهي، تحيه لحليمه، وكاينه حليمه البرنوسي، مرحبا. شكرا لكم بزاف، غنخليكم في هذه اللحظات، ما تنساوش تبارطاجيو هذا اللايف وتعطيونا اكبر عدد ديال القلوبه. شكرا، وكذلك شكرا نافال على هذه الحليوه الزوينه الرائعه، تحيه كبيره. غادي نخليكم في هذه اللحظات، غادي نقول لكم شكرا، ونتلاقاو ان شاء الله في لايف اخر مع سلعه جديده، مع بروموسيون جديد. بسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في لايف اخر، وما تنساوش تعطيونا بزاف ديال القلوبه وتبارطاجيو هذا اللايف. اهم حاجه من غادي نقطع هذا اللايف هذا، بغيتكم كاملين تبارطاجيو هذا اللايف في الفيسبوك ومع اكبر عدد ديال القلوبه. شكرا وفي امان الله، كنتم مباشره من اواني شعيب المحل ديال البرنوسي. شكرا، ما تنساوش بارطاجيو هذا اللايف، وكتبوا لينا في لو كومونتير فين كتسكنوا. شكرا، بارطاج البارطاج البارطاج، الله يعاونكم.